أكد محافظ الإسماعيلية لواء ياسين طاهر أن المحافظة تعمل منذ اللحظات الأولى من الحادث على تعامل مع المصابين في جميع المستشفيات، وأضاف أن حالات جميع المصابين مستقرة إلى حد كبير. في البداية لازم ننقل عزائنا للشعب المصري بالكامل، لأن هو مصاب أليم ومصاب موجه للشعب المصري بالكامل. احنا كلنا بقينا مصر كلها مستهدفة وسقطت الأقنعة خلاص، يعني احنا بقينا عارفين ان هذا هو الاستهداف، وان شاء الله احنا مصر قدها، وان شاء الله نعبر هذه الأزمة بشكل كبير. على مستوى الإسماعيلية احنا مشاركين في الحدث من اول لحظة، لان احنا بنعتبر نفسنا مع محافظة شمال سيناء جزء واحد، كيان واحد. عربيات اسعافنا عبرت وشاركت بإيجابية شديدة في نقل المصابين، كنا هي المكان الأكبر في تلقي مصابين شمال سيناء على أرض الإسماعيلية في مستشفياتها كلها. يعني عندنا مصابين موجودين في المستشفى العام، وعندنا مصابين موجودين في المستشفى الجامعي جامعة قناة السويس، عندنا مصابين موجودين في مستشفى هيئة قناة السويس، وعندنا اثنين مصابين موجودين في مستشفى الأنطرة الشرق. فمستشفياتنا تلقت معظم مصابين على الوجه العام، كل المصابين امبارح بالليل ما نمناش الى ان تم الاطمئنان بشكل كامل على الامور للمصابين وتلقيهم للعلاج. منهم من اجري له عمليات جراحية كبرى، منهم من تلقى العلاج المناسب. الحالة الان انا بنتفقد المستشفى العام، المجموعة اللي تحت العلاج كلها حالتها مطمئنة الحمد لله. عندنا اربع حالات بس في العناية المركزة لانهم تلقوا عمليات جراحية كبيرة. عندنا حوالي 17 حالة تم تحويلهم خارج الإسماعيلية.